كركوك السلامة جثث 18 مواطنا اختطفوا من قبل إرهابي داعش في ناحية إسلام بك. وأشار مدير الطب العدلي في كركوك في تصريح لفضائية كركوك إلى أن دائرة استلمت 18 جثة مجهولة الهوية، مشيرا إلى أن جثث مشوهة ولا توجد أي مستمسكات للتعرف على هويتهم، موضحا أن جثث الضحايا بدت عليها آثار إطلاقات نارية. وأوضح مدير الطب العدلي في كركوك أنه سيتم إرسال عينة من عظام الضحايا إلى بغداد لإجراء فحوصات الدي إن أي للكشف عن هويتهم. لقينا بعض الامور الاخرى بعد ما جاينا هذه راجه حتى نعرف تعود علما، مثل لقينا سويتش مفتاح، لقينا ورقه مكتوب عليها بعض الملاحظات، فهي اذا يجون اهلين يعني يقدرون اذا يتعرفون عليها لان علامات واضحه يعني الاشخاص، لكن فوق هذا يعني تاكيدا لهي الشغله احنا راح ندز العينات وعلى ضوء الضحايا اللي بغداد وهاي يقدرون يراجعون المحطة بعد لبغداد اللي يعطون عينات من دمهم لغرض مضاهاته والعينات اللي احنا راح يطلعوها من النماذج العظام اللي راح ندزها لهم. إلى ذلك عثرت قوات البيشمركة على مخبأ للأسلحة.